خلونا نروح لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، المباراة النهائية المقررة النهاردة هتجمع ما بين فريقي الرجاء البيضاوي المغربي وشبيبة القبائل الجزائري. من المنتظر إقامة المباراة الساعة 9 النهاردة مساء على ملعب الصداقة في بنين. الفريق المغربي كان تخطى فريق بيراميدز المصري في الدور نصف النهائي بركلات الترجيح، أما شبيبة القبائل تخطى فريق القطن الكاميروني بالفوز عليه ذهابا وإيابا بنتيجة إجمالية 5-1.